الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه صاحب المصنف من ثقات الاثبات العلى والجماعه الا الترمذي، قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي وهو من اصل المحدثين، عن يزيد بن عبد الله مولى الصهباء حسن الحديث، عن شهر بن حوشب. شهر بن حوشب فيه كلام كبير جدا والظاهر ضعفه. عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضها أم المؤمنين قالت: ولا يعصينك في معروف، عند المبايعة يعني، قالت النوح. هذه لو طرق حسنا بهذه الطرق، لكن شهر بن حوشب كما قلنا فيه ضعف. وسندي أن معاوية عن حريز مولى معاوية قال: خطب معاوية بحمص فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النوح. وعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من القطران ودرعا من اللهب. إذا أيضا فيها دلالة على عدم كفرها كما سأتي. وعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النياحة على الميت من أمر الجاهلية، فإن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يعلى عليها بدرع من لهب. وفي رواية بسنده صحيحة قال عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وهو من 57 عن النبي الأمين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها ران المرأة التي لها صياح. النياحة من الأمور المحرمة وهي من أمور الجاهلية، وكثير من الناس لا يفقهون ولا يتفطنون إلى هذه المسألة العظيمة وهي من صفات الجاهلية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان من أمتي هما بهم كفر، وذكر منها النياحة على الميت، وهذه من أمر الجاهلية. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوح، والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم. وأصل النياحة ووقوف النساء متقابلات وضربهن الخدود وخمشهن ورمي النقع والعلو بالصوت ورمي بالتراب على الرؤوس وحلق الشعور، وهذا إظهار لشدة الحزن عليكم السلام كاتب. هذا إشهار لشدة الحزن. فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة الميت، وكان أهل الجاهلية من دأبهم يفعلون ذلك، وأيضا يكثرون من وصف محاسن الميت. فزجر عنها شد الزجري وبارك وبالغ في التبري منها، كما في حديث أبو موسى الأشعري قال: إني أتبرأ ممن تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من الحارقة والسالقة والشاقة. نعم، الشاقة عن شقة الجيوب، فإن لم تتب النائحة قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة عليها سبال من قطران وعليها درع من جرب. وهذه عقوبة عظيمة دلت على تحريم النياحة، وتحريم النياحة إجماع من أهل العلم، يعني يحرم النياحة بإجماع أهل العلم. ومن فعل ذلك وقع في كبيرة لا محالة، وادعى أنه لم يكفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يرى سبيله. وهذا في عرصات يوم القيامة كلها ذلك، وهي لم تصل للكفر الأكبر الذي يخرج من ملة، رغم أن النبي قال: ثنتان من أمتي هما بهم كفر، قال: النياحة على الميت فهي كفر، لكن هي كفر دون كفر، هي كفر دون كفر، ولأنها سبيل ووسيلة إلى التسخط على قدر الله جل في علاه. والكلام بالكلام الذي
يكون فيه من الكذب في مدح الميت. وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لنياحته كفرا لأنها وسيلة إلى الكفر، ففيها ما فيها من شدة الحزن والجزع الذي يصل بالإنسان إلى التسخط على قدر الله جل في علاه، وخروج الكلمات التي يمكن أن تكون على الكفر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. لذا عند مبايعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن العهد بعدم النوح كما في صحيح مسلم. ومن أشكال وألوان النوح كما قلنا المحرم من نياحة الجاهلية تعديد شمائل الميت كما قلنا، وفيه ما فيه من الكذب والزور. كان موسى الملك يقول له: أنت كذلك أنت كذلك، ضرب الصدر وشق الجيب، وفيها لطم الخد، وضع التراب على الرأس، وفيها الكلمات التي تبوح بها السخط، السخط على قدر الله جل وعلا. وذلك السلف قاطبة ينكرون النياحة في الجنائز. قد كان الحسن وابن سيرين يتبعان الجنازة التي فيها النوح ينهان عن النوح، فإذا أبينا لم يدع الجنازة. وتابع مسرور الجنازة فيها نساء صحن، فأمر بردهن، فأبين عليه ذلك، فقال السلام عليكم وانصرف. وكما قلنا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران، وفي رواية درع من جرب، وهي خصت درع الجرب لأنها كانت تجرح بكلماتها المحرقة قلوب ذوات المصيبات، وكانت تحك في قلوبهن بذلك فتهيج المشاعر إلى التسخط على قدر الله جل في علاه، فعوقبت بجنس ما فعلت، لبست بدرع من جرب وأيضا ثياب من قطران. وكما قلنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها تلبس سرابيل من قطران ويعل عليها بدرع من جرب أو من لهب النار، هي يرى سبيلها بعد ذلك إلى جنة أم إلى نار، فيدل ذلك على أنه ليس بكفر. إذا ملخص المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء أخذ عين العهد بعدم النوح ونهى عن النوح، والنهي هنا الأصل فيه التحريم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، ولأنه كفر ولأنه سبيل الكفر الأكبر فهو كفر أصغر. سنتان بأمتي هما بهم كفر النياحة على الميت. وصور النياحة على الميت كما قلنا شق الجيب وضرب الصدر ولطم الخد مع الصياح، وأيضا وضع التراب على الرأس، وتعديد شمائل الميت كذبا وزورا، كل هذه من النياحة. وكان السلف يعدون الاجتماع على الطعام من النياحة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة، لكن يبقى لنا إشكال بأنه لما جاءت امرأة بعدما بايعهن على عدم النوح فقالت رسول الله: إلا فلانة إنني يعني وعدتها أن أشاركها فأسعدتني فأباح لها ذلك. الإباحة هنا ليست إما أن يقال أنها نسخت، وإما أن يقال بأنه لما أباح لها ذلك راجع فنهاها. والصحيح راجع أن الإباحة هنا الإباحة على أن تشاركها البكاء لا أن تنوح، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح النوح، فالنوح حرام ولا يجوز بحال من الأحوال. من الفوائد المستنبطة نجعل الفوائد بعد الباب الثاني، هو باب لطم الخدود، وهو مرتبط بهذا الباب. قال: حدثنا علي ابن محمد الطنافسي. علي بن محمد الطنافسي من الثقات رواه الجماعة. قال: حدثنا وكيع بن جراح الرؤاسي من أصير المحدثين حول الإسناد. حدث محمد بن بشار مندار شيخ الأصحاب الكتب الستة. حدثنا عن سعيد قطب وهو قال عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن مهدي. هؤلاء هم أساطير المحدثين جميعا عن سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، عن زويد بن إبراهيم عن مسروق، وحول إسناد أيضا إسنادا آخر
راه عن عبد الله عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ترجمان القرآن صاحب النعل والوسادة والنعلين والسواك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا